وحمانتا حفلت قلن جبين لها اللو قبطي عرضي ذكا قلن جبسي مركزك ابن تيمية وكيا لا حافظة كفري مركزك ابن تيمية هيا لغو برتا لغدا عربية وحانا تشوغان معلمين وججبن حبلا داقن كاردايدا وحانا حالفة دانيكا سوقيب قلن علماء الدين ووالدين يبلشد قيبه هيداكالي وحانا والدين تا اي علماء دي هالكاسي كهلين عرضي ذكا قلن جبسي معتك ابن تيمية وقدر دار ميين ان اي سيواتا وحبرشد سي هدف كوداي وغاران معلمين تا مركزكا وحالكاسي كهلين ايا شاقين ان ارديدا اي حالكالي كقلن جيبسان اي اهيان ارديدي اوغوه ريسي ومان تا حالف دو ديه لغو ماموسي يي مركزكا ابن تيمية ها ايا ارديدا وقابل ايا سانتكاني ونقون ايا ارديدي اللباد او كقلن جيبين دون تو بلوين كهيس وصعدان. الحمد لله الولي الامين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين نبي الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنت هكذا قال ولا ليال أوه رين وحسود وين يا مرت شرف قوي ذاك الدون أنا صوب بغضي أو يريتان كان أجيبين يوالدين تشرف ترى عمر رب ويرنو مناسبة دكتور في قلب ونعكسن نيازمي كجرتو نوي ماذا مركا ستو سه ومسي ديرينا نو مركو هورا فديغا فردين إتان سويسين آد باد أورا ليانسا علماء أيضونا ميلا كدوان نغسو بوغتي أيان واسو دوينينا حفلة دانا ستو سه نو بلاوانينا واحلو فرط واحا اوو نازل أيان جعلنا نو كفر نو مرلبو ماشان مناسبة كوغوانينا وابيتك إلهي marka waxay noogu horan doonaa arday la yiraahdo maxamed shukri falla tafaddal mashkura wa majura a'udhu billahi minash shaytanir rajim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فصبح باسم ربك العظيم. أنا هذا كان يوصي وذا وحير أنت أنا وير نردي كلا القرآن كأخرنا أيوة حفلة دانا ما أنت وحير قصة لسان تاعي المهم يرمقو دشوا هؤلاء وجوه وحال الصبيا وحوان قل لي هذا هذا ما أنت معك أنا وليح بيوصل شقينا أيه وما عقار إلا بحه أيا وانقل أصوبينينا مركا تاس أيضا والدين تا كبرا ركسنا ذان وحين أوحك دونتا رياق علي أيضا قرآن وآخرين دونتا هزود ودرده داس أعوذ بالله من
من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أيضا خير كير الله بدي قوداس تلاوة أكم عن نوض الله خرسي أيدي والدين تهدو جزو جنة الله قدقو intaa ka gadaal waxaan ku sii soconaa barnaamijkeena haddana waxa ayna ugu xogi doontaa khutba oo arday la yiraahdo Salmaan Abu Bakar ardayga saaso dhawaa asagane innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. عباد الله، الأولاد فلذات الأكباد وثمار القلوب وبهجة النفوس، هم سراج البيوت وأنوارها. الولد نعمة وأمانة، لوالده غنمها وعليه غرمها. ولذا كان تربية الولد وصيانته والمحافظة عليه من أعظم الأمانات على كل أب ذاق حلاوة الذرية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إن مسؤولية تربية أيها الأب المبارك ليس بضع كلمات تقال ثم تنتهي بعدها المسؤولية، كلا، بل مشوار التربية رحلة طويلة وجهد مستمر وتحسس دائم للطرق الصحيحة في التعامل مع الولد في مراحل حياة عمره. ولذا فلا تعامل ولدك وهو في السن التمييز معاملة ابن سنتين، لا تعامل ولدك وهو على أعتاب المرحلة الثانوية معاملة المبتدئ في التعلم والتعليم. الضرب مثلا مع الصغير يسلقه ويؤدبه، ومع المراهق قد يبني بين الوالد وولده جسرا من الجفاء والنفرة. فكل مرحلة أسلوبها وطريقتها. هذا وبالله توفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت كذل وحنخشي سعندون كلمة ترحيب وكلمة سودوين اللغة العربية وقبهسة مرتدة طيبة كدوين صوب وقتي لو سودوين هاي وعانا مداز كوران كلمة داز قبر لي رادو فهذا مسارة أسود واتر ديداز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واسع الفضل كريم الفضائل، والصلاة والسلام على ظاه الأمين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحفل الكريم من الوالدين والمعلمين ومدير المعهد، وحييكم بتحية من القلب يضيب شذاها مسكا وريحانا، وتحمل في ضياتها حبا ووفاء. تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلاما، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أيها الضيوف الأكارم، ضيفا ضيفا، وأهلا وسهلا ألفا ألفا. ونقول لكم حللتم أهلا ووضئتم سهلا، والسلام عليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وأنتم فيهم. أيها الحفل الكريم، أهديكم سلاما لو رفع إلى عنان السماء لكان قمرا منيرا. أهديكم سلاما لو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا. أهديكم سلاما لو مزج بماء البحر لجعل الملح الأجاجا عذبا فراتا وسلسبيلا. أهلا وسهلا بمن شرفنا من جميع القضايا. أهلا وسهلا بالأحباب والأصحاب والأخوان. أيها الأوفياء، من قلب يمتلئ بالحب وبكل عينان تشعان بالصدق وكل لسان ينطق بالحق، أهلا بكم جميعا. حضوركم شرف لنا يضفي على حفلنا أنسا وسرورا.
فبارك الله في مسعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت كقدر وحين أوصل حق دونا أهمية اللغة العربية سواء أبتهين معتك وحوتا جاي هاي إنه أرضا ذكرني صوت تكلم كعربية أرضا إنه إسكافيو اللغة العربية وأصلا نفس الكيس وحوت البضاء كلموي اللي ما ذو مركا مقام كوكوتا يا تير كوكوتا يا يوكوات حوي اللغة العربية مركا أهمية اللغة العربية لا هاي أي أرضا إنه آخرين دونا أرضا يقصوا اللي يرادو حمزة شيخ سعيد فليتفضل مشكورا مأجورا. الذي أنزل الكتاب بلسان عربي مبين وغرز العرب والمسلمين بحب اللغة العربية ومفاخرتها، والصلاة والسلام على الرسول العربي المبين. هي من أفصح الخلق الذي أوتي بجوامع الكلم العربي، وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفضلات، يسعدني كثيرا بإتاعة الفرصة أن ألقي إليكم بعض الكلمات المختصرة وبإشارة لطيفة حول موضوع أهمية اللغة العربية. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يكفي يا شيخ ومدحا أنها نزل أفضل الكتب وأكبر. وقال أمير المؤمنين: تعلموا اللغة العربية فإنها من دينكم. فاللغة أصلاً هي طريقة الوحيدة التي يعبر عنا في ضمير الناس ويتفاهم الناس والوطن يتكون كما هو معلوم. الناس واللغة والراية والجنسية والأرض. واللغة العربية هي من أفصح اللغات العالمية التي جاوزت ما فوق 200 لغة. فاللغة العربية هي من أفصح اللغات وأشرفها وأفضلها، لأنها لغة القرآن والسنة من التفسير والفقه ونحو ذلك، حتى يقال إنها لغة آل الجنة، وهي اللغة التي تكلم بها أفصح الخلق وأعلم البشر محمد بن عبد الله. لذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم بهما إلا باللغة العربية. والقاعدة تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب به. وقال الإمام المجاهد ابن جبير رحمه الله تعالى: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغة العربي. وختاما أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت كقبل وحين وصل حق دونا لو أرضيت وأنا شيد إنه آخر دونا لو أرضيت سود ولا مسكي محمد سميرة علي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة الله والسلام على حبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، نعرض لكم نشيد الحول الوالدين والمعلمين، وإليكم حسن استماعكم وشكرا. أهلا بكم أهلا بكم يا أولياء أمور، شرفتم حفلاتنا يا مرحبا بيوتنا يا معهدي، علمتني علما يدي بدايتي والبيت يرعى صحتي وكلاهما بسحابتي. أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم يا والدي، ربيتني وبحسن عبدك صنتني، شكرا إليك معلمي.
intaas kadib waxaan ugu xigi doonaa muhaadasada luqawiyya ee laba arday oo xibaar ku sheekaysan doona sida hore ay u sheegay maqsadka iyo maqsuudka uu macad ku tahay waxa weeye luqada carabiga marka waalidiintaas ayaan ogeysiinaynaa mar hore iyo mar dambow deeqow isxaaq iyo abdiraxmaan saciid aa soo dhawaan laba arday oo luqada carabiga ku sheekaysan doona الحمد لله رب العالمين والصلاة الله والسلام على حبيبي ومصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أمامكم طالبان يعرفان لكم محادثة لغوية وإليكم حسن استماعكم وشكرا لكم السلام عليكم وأعرفك بشخصية اسمي دقاق ماذا تعمل؟ أنا ضريب وأنت؟ أنا ضريب أيضاً أين تدرس؟ أدرس في معهد الإمام ابن تيمية الإسلامي وأنا كذلك في أي سنة تدرس؟ أدرس في سنة الأولى وأنت؟ وأنا كذلك ماذا تدرس؟ أدرس اللغة العربية وأنت؟ أدرس اللغة العربية والقرآن والحديث والتفسير وبلا توفيق intaas ka gadaal waxay noogu soo xigi doonaa laba arday oo ayagana luqada carabiga ku sheekaysan doonaan qaab yar weerarna iskugu qaadoon luqada carabiga ayagoo luqada carabiga si kulul isku weydiin doona su-aala ee noogu xigi doona labada arday xamza iyo maxamed shukri assalaamu calaykum waalaykum asalaam akhi almuxtaram waqafta amaami wadalabati linaakhuda alxiwaar wanatabaadal biafkaari nadiya بعيدة عن الخضي والاستهزاء ولكن قبل ذلك كيف حالك؟ والله حالي كما ترى ولا أعرف كيف حالي عجبا أسرت مجنونا أم مختل العقل؟ انتبه لا تصبني إياك والشك فإن المسلم ليس سبابا ولا لحانا ولست مجنونا وبما وصفتني ولكن قصدي مجرد أن أمزح وأداعب معك أخي عفوا لو كنت عارفا بأنك تداعب ما وصفتك بهذه صفة شكرا حياك الله وحكو حكي دونا لو أردي وإيجا الجمل العربي قادم دونا من نوع آخر دونا من نوع نفسر دونا لغة صومالي ونوع فسر دونا لو أردي وحالك رأي آمين يا محمد أبو بكر الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه على حبيبي ومصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد ما أنت وعن كالينا لو كلمة أو جملة يقول لمسيرين هذا آلي هذا أخي كم هو ولالك اسمه أحمد مجد عيسى وأحمد هو طالب في المعهد أسيه معتك وأرضك يا هذه أختي توا ولا شيء اسمها فاطمة مقعيد وفاطمة هي طالبة في النحو إيه لما عدك أرضيت كتا هذا عمي توا هذيك اسمه جامع مقعيد سوى جامع هو طالب هي خم وانجنير أسي وانجنير هذه عمتي توا هيدي اسمها حليمة مقعيد وحليمة هي مربيته ايه هو مد الماء تربيس هذا معلمي كوا معلم كذا اسمه سعيد مقعيس وشيخ سعيد هو معلم اللغة العربية اسي هو معلم اللغة العربية نود والآن نود أن يصال الضمائر بالأفعال الماضية والمضارعة نبدأ بالأفعال الماضية وتترجمها باللغة الصومالية ومرحبا بكم أنا ذهبت إلى المدرسة أنا مدرسة هذه نحن ذهبنا إلى المدرسة أنا كمدرسة هذه أنت ذهبت إلى المدرسة هذه ويلو مدرسة هذه أنت ذهبت إلى المدرسة هذه قوري مدرسة هذه أنتما ذهبتما إلى المدرسة لو دينا مدرسة هذه أنتم ذهبتم إلى المدرسة رقينا بغى المدرسة هذه أنتم ذهبتم إلى المدرسة قبلينا بغى المدرسة هذه هو ذهب إلى المدرسة أسي مدرسة هذه هي ذهبت إلى المدرسة إيه المدرسة هذه هو ذهب إلى المدرسة لو ذي مدرسة هذه هم ذهبوا إلى المدرسة رقي بغنا المدرسة هذه هم ذهبنا إلى المدرسة قبلي بغنا المدرسة هذه شكرا أنت أولى بشكرا
هذا هو حين وحيد هنا لو أردي وأيقنا سريسان دونا مضارعة كافعل الماضي وها كان فعل مضارع لو أردي أن أسود ولان عمر الشيخ سعيد يا سلمان أبو بكر والآن في الضمائر مع الأفعال المضارعة أنا أتعلم اللغة العربية نحن نتعلم اللغة العربية أنت تتعلم اللغة العربية أنت تتعلمين اللغة العربية أنتما تتعلمان اللغة العربية أنتم تتعلمون اللغة العربية أنتن تتعلمن اللغة العربية هو يتعلم اللغة العربية هي تتعلم اللغة العربية هما يتعلمان اللغة العربية هم يتعلمون اللغة العربية هن يتعلمن اللغة العربية شكرا أنا أقول لك أنت قصيدة أفصمالي كبحثة ومعلمين تلو أمانا أرضي دون آخرين دون تحوي مقا عيادة نستيح عبد الله أرضي دون تحوي مقا عيادة نستيح نقول سنة قيمة معنا كل سبقو بكل وقبل أنا يا ستة ما مسخ الله دقوا عم بظن الله راح تويل نو كذا بقى قبل نسين كذي وقت هنا ده يا معنا كأنه هي وقت عند إنه ماذا قابا هذا النورسي قال إنه لا ترسي قف قاعد أيتك كوحرة تعب يقف كوحرة إنه كتر ما موت تسمعني كذا بي وقت هذا إذا بتي حشاتك أنشح يدلقاتك احترام قفنالي سيدة هذي وتهاي قفكم بقال سمي معانا كهذوي قرآن كيدين ته قيمها قوليد هذو معانا كوقبا قير كاميات قير كاميات وقو معانا كهذا إنو كو معيه ظن كو مضيه مرنع باذي لي براها قطاير تاقي تسوسي احترام قطاقوليه انتا كقدال وحكو سوحوكي دونا لوا أردي وعقيدة دو حسكو ويدين دونتو مركو حالك على ليرة رضوان ينستحو الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه على حبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أجري مسائل التوحيد إن شاء الله لماذا خلق الله مبتليل على هذا مبتليل على ذلك خلقنا الله لنعبده ولا نشرك به شيئا والدليل قوله تعالى في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا متفق عليه ما هي العبادة؟ ما الدليل على ذلك؟ العبادة اسم جامع لما يحب الله من الأقوال والأفعال كالدعاء والصلاة والذبح غيرها قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كيف نعبد الله الدليل على ذلك كما أمرنا الله ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ما هي الإحسان
أرسله للدعوة إلى عبادته ونفي الشرك عنه، قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هي الطاغوت؟ ما الدليل على ذلك؟ الطاغوت الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله. ما هو التوحيد الرب؟ توحيده بأفعاله كالخلق والتدبير وغيره، ما قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وقال صلى الله عليه وسلم: أنت رب السماوات والأرض. ما هو التوحيد لله؟ ما الدليل على ذلك؟ هو إفراده بالعبادة كالدعاء والذبح والنذر، قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. انت كجدال gabagabadii barnaamijka aan ku sii jirnaa marka laba arday oo noo iman doonta ayagana laba xadiis noo akhrin doonaan mid uu noo akhrin doono midna uu noo fasiri doono maxamed abdirazaaq yaqoob isxaaq alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu llaahi wasalaamu calaa xabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waman waalaa amaa bacd ismii maxamed cabdirazaaq أقدم لكم حديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وإليكم حسن استماعكم وشكرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن الصحابة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه لا مال من خير، قال النبي: جاء عمر رجل إلى رسول الله وزق إليه قومه، زق صلى الله عليه وسلم قومه، فقال النبي: يا رسول الله ورسول الله، من أحق الناس له حقه بحسن الصحابة تعبناك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه أمك ولا؟ قال صحابة: فيه ثم من يقرأ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه أمك ولا؟ قال صحابة: فيه ثم من يقرأ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه أمك ولا؟ قال صحابة: فيه ثم من يقرأ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ثم أبوك أباه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمين إياكم جدي وحديك ربي وظن ملك، فإن الظن ملك أكذب الحديث الشكور يقرأ. الحمد لله رب العالمين والصلاة الله والسلام على حبيبي ومصطفى وعلى آله وصحابه ومن والاه، أما بعد، وحن دون أن تفسير الله سورة وقتس عن قرآن كريم كا. مرحبا بكم. بسم الله مقع الله أنكب لاويا الرحمن علينا حريستان حريس قودة الرحيم علينا حريستان حريس قائرة تبد وحالك سمي أداء بلا بن أبي لهب لو ذيز قعمد وتبوها لك سمي ما يغنى مديقن عنه حقيسة ما لوي ما القيسة وما كسب وحوش قيستي سيسلأ وقل دونا نار النار ذات لابن هو لعوسى إبلي وامرأته وهو ينسي لقل دونتا حمل الحظ بها وركب النار في دي ديار قندا دحا حبل حرق من مسد أوليفة. بسم الله بسم الله مقعلا قبلا ويا الرحمن علينا حريستان حريس قودة الرحيم علينا حريستان حريس قارة قل له أعوذ محمد أنقلي برب الفلق كل ضم الرب قيسة من شر ما شيء شر كيسا قبل أنقلها
خلقه وأوره ومن شر شر بانك منقلا إذا وقبه مكم إذا من شر شر بانك منقلا واسق ديحة إذا وقبه مكم مبدو ومن شر شر بانك منقلا النفذات قوى فوفان في الوقود كنت ما دحوا ومن شر شر بانك منقلا حاسد حسدك إذا حسد أمك حسد تعالى كذلك وحكو سوحي دونا ساهرا نيو شاقي لو قد عربي قمرك وارده قبرنا ايو وحكو جرتا قسم الله صحافة ارده يسودو سوريا وواد الله لو قد عربي ايضا لو يكو جرتا مركا ارده وانا صحبا نيو دونا داو شوعان تحية طيبة المشاهدين الأعزاء أهلا وسهلا ومرحبا بكم أسعد الله صباحكم باليمن والبركة هنا قناة معهد الإمام ابن تيمية إعلامية والتي هي مستعدة أن تنقلكم لجميع الأخبار المحلية والعالمية ومعكم اليوم في استوديو أخوكم سلمان أبو بكر ومن أهم العناوين التي نتناولها اليوم أهلا بكم من جديد قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية قصفت بشكل استباقي الآلاف من منصات إدلاق الصواريخ التابعة لحزب الله في جنوب لبنان تبادل الأوكراني والروسي هجوما بطائرات مسيرة صباح الاثنين تشهد منطقة وادي المخرور الغربي بيت اللحم مواجهات متصاعدة بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين معهد الإمام ابن تيمية معهد اللغوي تستمر دراسته سنة كاملة كما قال المدير المعهد قبل 6 شهور وأكد المتحدث باسم الأنشطة في مقر المركز إن المركز تقدم وتطور خلال 6 شهور أهلا بكم من جديد قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية قصفت بشكل استباقي الآلاف من منصات إدلاق الصواريخ التابعة لحزب الله في جنوب لبنان ومعنا مراسلتنا من بيروت إقرا عبد الله ولديها تفاصيل حول هذا الخبر شكرا قال الجيش الإسرائيلي إن الطائرات قصفت بشكل استباقي الآلاف من منصات الإغلاق الصواريخ التابعة لحزب الله في جنوب لبنان صباح الأحد بعد توافر معلومات عن أن الحركة المسلحة تستعد لشن الهجوم على إسرائيل في وقت قريب وأكد حزب الله إغلاق قواته مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل بعد ذلك في رد الأولي على اغتيال أحد كبار قادته في الشهر الماضي جاء ذلك في رد الأولي بعد 10 أشهر من تبادل إطلاق النار بشكل شبه يومي عبر حدود بين إسرائيل ولبنان الأمر الذي أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله اقرأ بنت عبد الله إذاعة معهد العمال ابن تيمية من بيروت شكرا جزيلا لك تبادل الأوكراني والروسي هجوما بطائرات مسيرة صباح الاثنين ومعنا مراسلتنا من كييف رضوان محمود ولديها التفاصيل حول هذا الخبر شكرا تبادل الجانبان الأوكراني والروسي هجوما بطائرات مسيرة على كييف صباح الاثنين وقال الجيش الأوكراني إن الروسي شنت هجوما بالطائرات المسيرات على كييف وضحت الإيدار على عسكرية في محيط العاصمة أن أنظمة الدفاع الجوية الأوكرانية في منطقة شاركت في سد الهجوم بعد الرصد حركة الطائرات بدون طيار معادية الروسي وفاد الشهود عيان الاثنين بسماع الانفجار قرب كييف فيما بدأ أنه سد أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني لهجوم الجوي بحسب ما قالته وكالة الأنباء رويترز رضوان بنت محمود إذاعة معهد الإمام بن تيمة من كييف شكرا جزيلا لك تشهد منطقة وادي المخرور غربي بيت اللحم مواجهات متصاعدة بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين
ومعنا مراسلنا من رام الله عمر بن سعيد ولديه التفاصيل حول هذا الخبر. شكرا. تشهد منطقة وادي المغرور غربي المدينة بيت لحم مواجهات متصاعدة بين الجيش الإسرائيلي والفلسطيني وتحركات شعبية احتجاجية منذ أواخر يونيو احتجاجا على مصادرة المستوطنين للأراضي وتحويل مساحات واسعة فيها لمناطق عسكرية مغلقة. وزير المالية الإسرائيلي أعلن مؤخرا قرار بناء مستوطنة جديدة في وادي المخور ضمن سلسلة من المستوطنات التي أعلن عن بنائها في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة منذ شهر أكتوبر. عمر بن سعيد معهدي الإمام التيمي من رام الله. شكرا جزيلا لك. نعد الإمام ابن تيمية نعد اللغوي تستمر دراسته سنة كاملة كما قال المدير المعهد قبل 6 شهور. وأكد المتحدث باسم الأنشطة في مقر المركز إن المركز تقدم وتطور خلال 6 شهور وينضم إلينا متحدث باسم مجموعة الأنشطة وإليه التفاصيل حول هذا المعهد. شكرا. هذا ما قاله المدير أمام الحاضرين عند حفلة إنشائه أنه سيفتح معهدا لغويا تستمر مدة دراسته، ولكن هذا عرض أولي قبل تمام السنة. وأكد أن عرض حفلة قبل تمام السنة إنما يقصد ترقيبا لمن يريد الانضمام. وأضاف المعهد إلى ذلك علوما مختلفة منها تفسير القرآن الكريم والحديث النبوية والفقه والتوحيد والسيرة النبوية. حمزة بن سعيد إذاعة الإمام ابن تيمية من مقر المعهد. شكرا جزيلا لك. وإلى هنا تنتهي نشرتنا اليوم، وبمن يريد المزيد من الأخبار يمكنه أن يتابع معنا في موقعنا على الإنترنت وعلى صفحتنا في فيسبوك www.mahadimamibnutaymiyah.ke.kc. نترككم بالسلام وإلى اللقاء. كل قفل بونديتا ومعلها وريه ماجي فدي أرضك كل دوانا مالها كل دوان كسر ورماي قار معت كورنتي وديسة قار ودن كدي وديسة كورنتي فعلى سوكو يجري مركا أنت كدي وها وجود بينا قريبة مرتدة سوا يوتين علماء صوب وقتي نور صور نصور أجيبتي مركا حصول عندنا فضيلة الشيخ عبد الناصر أو كمدة علماء الدين كرب مجال الجارسة سين غاري مغري مرني معني كيجة مركا ما نطح فرح دين ومعني كي مركز كي يوصل بغضه تاسع على سوكو كريم أنا قوة جونو مع كيجة قسم أرضي مركا أرضي هم بس كوكان تمثاني أثا ما أنت إلى فل جيسو حويان ينو قوتي أنشو يوصل بغضه أستاذ أربان كامل علا سونا دو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحمد لله ولا ليال إلهي بما هذا سكله رمتي آد بان أوفر أحسنهاي إن المانتا إماضو مركز الأيمن ما شاء الله وان أركي نان أمرين ولا ليال بانديقا عرضيدا غيبه كالدوانا وحو غفر فرطو وحاقوقي مبضان كتابك الله سبحانه وتعالى قرآنك ودكتهم مناسبات والبعو اللي قبانها يوه وحل غفر فرطي وحوها قرآنك كريمك وحانا وقيمة بضان مناسبات والبعو الله يسخبوا إماضه إن غفر فرط كتابك الله سبحانه وتعالى مركب ولا ليال قرآنك سادكتهم شرف بنويه وشيء أدوين
القرآن كان أنبياءه ما هي شرف كي يشان وقرآنك ولذلك الله سبحانه وتعالى وحليه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون نبي محمد القرآن كان شرف بكويه أديك إياه قوم كذا شرف بينيه وسوف تسألون وأنا لئن ويدين دونا ولا ليال وقال القرآن كان وأنا لويدين دونا وإن عن مدك تكوك بأنه دذالك كتابك الله سبحانه وتعالى يا وحل برتوحة أوضي مبضن وكتابك الله سبحانه وتعالى يا ولا ليال كتاب القرآن لما سوكو بكر أمان تيسا وحا آد أمها تسن أو أمها العلين هيا بعد الله علمدي جوكتي مركزك مركز الأيمن إيا معدك ابن تيمية لبدا قيبوت بككو بن يعي مانت لكن وحا نفردنا وحاويو معدك قيب تيسي أو سي علمدي إيه شيغان لحبلوت سو سعودي رمتي وانا اركينا دلال ان عادي هين باي معلمين تاي جارسيين ارضي دي مستووه دي وانا اركيسين عربيات كسير اوه اللهيين رمتي ودوكتين لغضا عربية قيمة عائلية يا مركب حالة دونا يا ولا الله يال ما عاد كان لحظة بلوت سوى السعودي هدي عاد كهب سانتي oo lixdaad bilood aadan ka faa'iideysanin waxa la doonayaa hadda inaad ka faa'iideyso oo si degdeg ah qof walba ilaahay wuxuu leeyahay dad ku xiran qaraab u leeyahay dad fara badan u leeyahay oo garanayo inta badan waxa ilmaha wado waa dumarka khayr allah siiyo hooyooyinka ayaa ilmaha goobaha diinta lagu baranayo mar walba iyo macallimiinta waxa uu iimaan ee garab taagan ee xaflad markay dhacayso uu iimaanayo waa ayaga marka waxa la doonayaa walaalayaal eelaanka qiimiga badan inaad dadka gaarsiisan oo ay yartaan u maleenaya meel quraanka kariimka dadka lagu barahayo hadana meel awl waxa dhici jirtay magaalada markii ilmaha quraanka ay dhameeyaan buulooyin ka fufog in hodow cunugii markuu shahaado qaato oo quraanka uu xifdiyo in macaahidi kale la aado oo weliba transport iyo gaari iyo kharash badan uu kaa baxo laakiin culimmadu waxay dadaal sameeyeen inay qaybtii qur-aanka markay ardaydii soo saaraan oo shahaado siiyaan inay qaybtii macadka ay ku biiraan ardaydii oo meel kale aynan aadin waa runtii maskax aad u weyn bay degeen ya baahidii magaalada loo aadi lahaa halkan ay ku dabooleen marka waxaan leeyahay cilmiga waad ogtihiin wax la soo koobi kara ma hadii la waa laga sheekeyn marka walaalayaal waxaan idinku goorinayaa inaad ku dadaashaan fursadan ayada ah ee Ilaahay uu nasiiyay inaan ilmaheena aan maragtay meeshan ayada ah aan uga faa'iideyno ilmaha beesana ma aha hooyooyinka laftooda marka ilmaha ay soo ambabixiyaan guriga soo xidhaano culunta meeshan ka socoto iyo khayrkan ha u imaadaan ayaga laftooda ya walaalayaal aan ka faa'iideysano macadka Ibn Taymiyyah lix bilood buu hadda shaqeynayaa ardaydu uu soo saarayna waad arkaysaan qayb kale waxay ii sheegeen in maalintii lagu soo kordhiyey awal habeen buu shaqeynayay soomaa hadda habeen iyo maalin wuu shaqeynayaa marka walaalayaal waxaan leeyahay ha laga faa'iideysto culimada walaalayaal ha laga rab istaago gacmo wada jir bay wax ku gooyaan inaguna ajir iyo xasanad aan la soo koobi karin yaad ka helaysaan intaad maaragtay dacwada aad u taagantihiin waxaa la doonayaa macallimiinta in laga rab istaago la dhiirogeliyo loo duceeyo laga warhayo inta badan waxaan inta aan ka warsan ogsoona waxaan aad xoog u saarnaa iskuulaadka iskuulkan xoog aad u saarnaa lacagta ugu badan ee fiiska waxaan ku bixinaa iskuulka dugsigana waxaa laga yaabaa in la dhaho macallinow markuu macallinka uu soo waco waalidka waxaa laga yaabaa inuu dhaho macallin
اسكول كبا انتي انا استي اغا قاتاي اون فيسكي كوسو بخيي ماركا اديغا بل وحلان كو رادين يا كتاب القران كا يا علومتي ديب بابو دغتاي واحد كو هرمارساي اسكول كبا كو هرمارساي ستانا صحماها ماركا وحا لا ربا اسكول كلا ما ديدنو ان لا برتو وي فيعانتا لوقوينكا ولا اسكا ديسو حساهاته عنو قال هجين الاسكول الا او حفظي القران كا علومتنا وحكا قاتي علومت مركو قاتي مركا سجين مركا معتك ابن تيمية هبيني قرار وشغين يا مركا معتك وحان للربا ولا ليال انكفى اذي سنو انكفى اذي سنو ددوينها ميري جوغان با بولادا ويوين تسوماها جارسية وميشن لغة عربية يا علوم تيسي وحي ودن با لبرانا يا وكالا يا الله دهو خير خوالا فافيا مركا ولا ليال ان ارديدنا والاركيسين مستوها ما انت اي مرا عيان لحظي بلوت وحاد هذا مودا مودا طور سنة ان يسوه دين سيدا معنا اي حوار حوارات كو قادنا يان سيدا اي سؤالة اسكو ايدين هيان يعني واحد كده من مرها ما شاء الله بان لنا مركا إلهي بركة يو معلمين تنا وحن لها هاي وان أرى أن دبالك إني يجود جيني إخلاصك أن كود دبالو إخلاصك أن كود دبالو مركا إن شاء الله مسير دارينا يو أن سوق عمني أنت عسى أن كسو كوبي وأنا ما تنتين خاصة معلمين تماشى سوى دي وما تنتين أرضيدنا دبالك يجود جاي بحنا يان aad bay u mahadsanihiin halka ka sii wadaan in leeyahay hooyooyinka ilmaha meesha keenayna aad bay u mahadsanihiin macallimiinta garab istaaga insha Allah oo halaga warhayo qaybaha waalidiinta oo ku dhex jirnaa iyo martidu arda waxaan ku wareejin doonaa fadlada Sheikh Abdirizaq hasoo dhawaasayna falee tafadhal mashkuur oo majuura bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wal aqibatu lil muttaqiina wala udwaana illa 'alal zaalimiin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إخواني إله يا مهد إسكال سبحانه وتعالى أليه نبوك المييي ما يشان شرفت له بيتك إلهي إيه هدنا لغوبة موسى هايو دين الله سبحانه وتعالى وحن أفرد لنا أرهم ديميت حفلة النوع عنه كلا وحفلوه يقعوه غالسا أما أوقي مبادن إلا قيم قلو وحادو قاتان إتا أنفرد لني إن سبريني وقت غانقا أنبحيني أجربا نوصق الله ويو يكعروت هايستان دول قادن هيان هرير هو دي صعد ليين وقت غوض البحيين أجر بالذي هنا وجدا، صدق العلماء هي أرضيدة وحفلة ملائكة إلهنا كقب جليس، وعمل ذكر إله الله سبحانه وتعالى، وأنا جور إله سبحانه وتعالى ما كمل الكفي عن وقت الوبحية أما أبا لفريستو، هرت مجرت وجدا، من الله بعد وحنسكوب رجلينا دمان إله سبحانه وتعالى عبسديسة. يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلى سبحانه وتعالى قرآن كتب وقلوا ليهي كم إلهي رسول كسر ميان أو إلهي كعب صدع عب سيدي سقبته ولا تموتن هل لمنين أو ملك موت كيو إذن إيمان إلا وأنتم مسلمون إذنكم مسلمين ما هنا حتى الروح الإسلامي ما كل انتو أم بابد بادي آخر روحي وحن الإسلامي هم كل انتو وقال لمئي النفاق يبلاي كل انتو وهلك سمي ما يحبون قدام بين مرك الله سبحانه وتعالى وحول لي ولا تموتن الا وانتم مسلمون اسلام لماذا ايمانك الله نغسقه الهنا نغدو له الهنا نغدلو وانا مليني عبار بالفديه وقت دير بس هيستي وحر راينا كلمه يرير وكوبن ان كهلو كلمه اس وعدي انت سينغا كان ان شاء الله الهي تقوديس يا عبسديس ان كدالو انت نورنا هي سي اخر الى سبحانه وتعالى ونغو نحرستو ميل سنوغيو من ذاك اللبات وحن آدوا وما دعينا يا علماء مركز كأم معهد كأ
معهد الإمام ابن تيمية رجع عن تكوها يعلم ماذا الدلال كاس بحيي يجهد جاس ولما مدكوا وحن أركينا مرأة كسو صار رجع سنو مهد علم بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء إلى هيدا بركيو مال ونكسم بعد قبتين مسلمين تنا مال في عمد أو أصل بحذين دلال كي الناس يجهد أدعسين أجر ثواب الله هذه كسيو وحكرونه ما دعيني أرضي ذي قيمها بدنت بركة سنات يرير كأها وها في عن ما أردت أن كفر إحنا الناس وبنجين رنتي والدلال أرضي ذا نفط وضع أي بحيان مع الوالدين ته وحنا اللي جود دلالنا الله مهلا سيدي سلام مرك أرضي ذا وين مهتسيهن أنت قرآن كنوع آخر سي أنت عربية ذا اللي وصلوا وين سي هي أنت ما أردت حوارك إيو مناقشاتك إيو سؤالها هي جوابته إيو واحد ويد إلى إذا عادي كل وقت مهتسنتين أدي أدي بدو مهتسنتين دلالك أسق وضع لب اللابة إن شاء الله تعالى كبر بارا أو ككرة وأن كقولي سري سيني لاي بنكي مركا وحياه أفرح بدن أي نص بندقين أدي ومهتسين أرضي ذا وحن توجيهنا يا والدين تا خاصة هذا وحن رجع وهو يين كواه أنت بدن سير علماء الشيعين أما شيخ يهري والشيعي وحو علماء الجرب تاجن الدعوات الجرب تاجن التفسير إيه معهيد الجرب تاجن هو يين كواه الم الله ولا هذا أنك هو يوم بوضع أبيه وأنا عذر داري إن مشغول بس كان غضوه هذا بيلك ينرش يقول هذا نيا بنده هنا سامه وأنا عذر داري إن أدوير مسارينه مرك هو يينك قال أنت أهيسين الله هيدن كبركه إلى أن سبحانه وتعالى أولاده أتكد أهيسين كوا مرله أو إذا أنفعان أو باريال أو ونكسن هذا هو نادو بحثتان الله كديكو ما مو إنك مرك حلك والدك أولها أيها قاتل أبي نوغو باتسيين وأهرين مسؤوليته وتربية إله سبحانه وتعالى قرآن كسوه ونويري يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة كم إلهي رسول كسر ما يرو كإلالي نفتينا إي أهلكينا نار نار تاسو وحا الوهرين أي تهيدد إي التقح إلما هذا أذيق أعضى الشيء مسؤولية باكاسارا حل باكاسارا تربية ديسة أخلاق ديسة بقن كيسة إسلامية ديسة دين تيسة حل بكا سارة حل كا أساقي أمرك حتى بواد والدين ووطد وادكو استكتيني سين تهيئ إلى أتكامير الناليسين انت بدا وحاد عضا إلمها أمرك يريري إنسان الله حربنا أمال والبلوغين أمرك يوين أمان فرحة لقا قادة موبايل وين انت اللوغة أمبا الاسكسي دايا وحال الربا إلمها انت عضنو الشهي وواحد أذيك الدشي حتى هدو وينادو إنا تربية ديسة لصعود سادو سنتين دلن يردي إذا أيرتي أنت إسكولات كخوض بحين يعني ما له هو التاجر هذا حالة ضوضاء خطر طاي ويلش يقبله بقى قار واحد أركي ما له سكوس صوري قار ما له سعودان قار سئن شحمية أنا محمد سعودان إله سبحانه وتعالى إله نوبة باديو أولاد الله نوبة باديو ده أيرتي والله يا بيه هاي أدب الله ضف سن هيا تلفون يا فتنة يا بلاي يا ما أردت ضبط الجاحير أو أنفا إذا لهين يا سيد جدا هيا ما كقوة يرير كأه مستقبل كوزة يا ما أردت تربية ضوضاء هل وجود دارو حلنا هل إسك صاروا وحال وح كمان كراء المها والوجود بعدين كراء هذا أنا مسؤول ده أنا وصل بحكي كرتا إن المها دين توز الله برو سيد هذا حال ده هذا نوم وقتوك له المها دين توز الله برو والدين تلجئ ليسيو أو أن الله أمان الإسكولات كيو ما دقي أن الله أمانني واحد ديني كوسه بس الله أمانه وإذا كيسين هذا القرآن كسيو آخرين عين تجويد كيكو آخرين عين لغة عربية كوه العين علماء هذا ثاني علمكم يهينبو سيد يكو قرآن يكو بربران علم يكو زيادة سان بحلو ملين ويكسي في عناني مرك أولاده هلا بروح ويلش يقبلها بق علوم الدينية هلا جود ذاله سان هذا أركينا إن ما أنت كسوق بقلي وحنا لوسو عزومي معهد كاس ولا ده فر هاي ده فر واي معهد كوحالي المدير بوجري لحبرو هبينك بين الأخرين وها أركتين مرا كسوق بحين هذا وحالي يري مارنتنا والغدري مارنتنا والغدري واللي بالله بقى يبض مكك وبنان دورا قيب دتك يرير يقيب دتك ووين واسد ما رتين وربحينته أنكو هيو dadka weyn wax wala bari sumaan sheekh haweenka ragga odayaasha ninki wax barashada diineed rabo kullin alla ninki ragba ka qabo oo diinta barashadeeda rabo waa lagu soo dhaweyn marka waa fursad qaali ah hal laga faa'iideysto da'yartana hal laga qayb galiyo wixii aan ka warhaynina hal lagu soo duumo haweenkana janis baa u furan rag iyo dumarba waliba dumarka bariyaha way dadaalaan waa aragteen meelaha u furan oo ay ku tacliimeen ay ku takhrujayaan oo ku baartay ay takhasus fiican ku gaarayaan meelaha haday ka fog yihiin oo cidina aad ka tagi karin transport ka iyo magaalada iyo mashquul ka dhana aad aadi karin
gurigaada kugu imaatay waa nicmo gurigaada kugu imaatay marka ku darso waqtigaada saacad ka mid ah inaad diinta ilaahay geliso sideedda saaco kale ama afar saaco kale waqtiga nafaas ahays adaa garan ka faa'iidayso macalimiinta iyo culimmaduna diyaar bay u yihiin inay maaragtay jadwal iyo maaragtay nidaam ay idiin sameeyaan ay wax idinku barayeen waxaan ku soo gabagabayni cilmiga sharciga ah cilmiga sharciga ah waa sharafta qofka muminka ah ilaah subxaana watacala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi yarfac illahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat qofka muminka ah waxaa sharaf u ah oo darajo u ah oo rifca u ah inuu diintiisa barto uu fahmo ilah subxaana watacala wuxuu leeyahay ilaah subxaana watacaala wuxuu kor yeelaa oo darajo u kor ugu qaadaa yarfac illahu aladiina aamanuu minkum kuwa ilahay rasuulkiisa rumeeyey oo idinka idin ka mid ah waladiina uutuu lcilma kuwa cilmiga la siiyey ee diinta bartay darajaatan buu ilahay kor usii qaadaa usii dheereeya marka ilaah subxaanah watacaala waxaan ka baryaynaa nicmadan iyada inuu noo taamyeelo ilaah subxaana watacaala inuuna makamiyo inuuna naga dhigo kuwa ka faa'iidaysto annaga iyo ubadka annagaba kuwa ka faa'iidaysto ku intifaaco oo fursadda qaaliga ah ku liibaana kuwa ilahay inuu naga dhigan ilahay ka rajaynaynaa culummadana khayr alla ha siiyo inta ka soo qayb gashana dhammaan khayr alla ha siiyo waqti badan baa la fadhiyey ma sii dheeraynayay kelimadaydi intaasaan ku soo koobi hada wabilahi towfiiq wajazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalidiinta sharafta leh macadkan soo xaadireen meesha diiniga soo xaadireen culummada waa idan salaame salaanka bacdi soomaalidu waxay dhahdaa wax ay ilhayso ilala ka dhan baa layidhi yaambana wixii goosiya gadaasheeda dhigtaa baa layidhi weedahan ilmahaa soo wax bareen ee lixda bilood intan ilmahan hadda maanta sidaan arkaysa imtixaanka la qaade ee waxay akrinaya annaga ma garanayn hadda ma garanayno ilmaha iyoka meesha wadaadaha gaarsiiyeen horta mahad weyn baan u celinayaa mahad weyn ba wadaadaha iyoka u celinayaa maxaa yeelay ul baa soo goysay oo waxaa soo goysay madaynka baa soo goysay asagoo qodxa qabo yaa sheekhu u dhiibtay sheekhu wuli bada madaynka u tafaxtire intuu tafaxtiray asagoo sulub ah yuu ku keenay maanta da waalidiinta waxba cunugaadi asagoo waxba aqaanin yaad meesha keentay cunugu maanta waa la tafaxtiray adiga dhashaaba la yaaban soo ma aho macadiyo fara badan ama dugsiyo badan sagaal mari isuma moogaani dunyana waa xaabdaaq dadna waa handaaq macadiyo fara badan oo hadda lagu dhow oo jiiraanka annaga ah ilma laga soo wada oo farna hataa garan waayeen intaasoo waqtina ku jireen dugsiyaha oo meesha la keenaa jirtaa ana xuug ogaal baan ah xuug ogaal baan ah ilmiga iyoka ahaa farta intii loo qabtay kulli hadda qur-aan gacanta ku dhiganayaan macadiyan halkaal waa lagu kari waaya qolaa waxaad yeelaysiin talana walba maanta kula simanta intana culumaasuma inta ilmadu maanta wax akrinaysa waa arkaysa nin walba waa maqlaysa waxay akrinayaan annaga carabi hadduu ahaya hadduu a soomaaliya ahay hadduu ingiriis ahabo annaga ma garanayno marka waxaa la rabaa wadadaha iyoka ah ee dadaalihiyaan annaga inaan la dadaalno oon garab siinaan rabnaa laakiin inaad ilmahaad hadhow cidday ku tago inaad dhahdaayo telefoonka ku yara mashquul bal telefoonka yar fiirso tvda fiirsada meesha ma jirto waxaas rujaa lama qalbi ma laho laba dherikariyow mid kaa burbali laba dherikariyow mid kaa burso waxay yihiin wuxuu dhahaa kubiyaa sufri ambilico mbali mojaato ungua laba dherikariyood mid kaa buro kaleto waa un marka cunugi haddaad aho aya luna ambir ku ciyaar luna telefoon ku fiirso luna tv ku fiiri luna ku arsa haddaad dhahdo cunugi muxuu farayaa laba dhaha ka baxayaa hooya hooya waxaa la dhaho waxaa waaya hoygu waay meesha lagu soo yana waaye in walba isugu imaanayo waaye shaqadaa ayada hooyadaas kale aabe ilma wax kama ogo marka aniga waalidiinta waxaan ku baraarujinayaa dadaalkii aad hayseen ee walaadahan ay idiin hayeen ninan aad hayseen inaad garab isugu ahaatiin oo isku duubnaatiin yaan rabaa marka anigu warka waan ka baxay hadal idinmana dhinno idinmana dhino wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waan salaamayaa marti sharaftan qiimaha badan ee meesha iskugu imaatay macalin iyo maamul iyo waalid iyo ardayba waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib maasha allah maasha allah maasha allah waxa maanta lasoo bandhigay wax lagu soo koobi kara maaha meeshan dadaalkaas aa wadaan waxaan leen macalimiinta iyo waalidiintaba sii laba jibaara aada baan u mahadsan tihiin waxyar fursadda waxaan rabaa inaan siiyo mudiirka macadka oo aada nagu falaqayn doono macadka mudiirka soo shaqeeyey in hadda macadka lagu daraayo oo la furaayo
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. إخواني في الله، الله يبارك فيكم. سيدو إذن شيخ الشيخ عبد الرزاق، الله بارك جزاه الله خير الجزاء. أرمها مركم هرم حق بالله بنا إنا نكون مهدين ومهدين ومهدين ضمان انتصار حاضرتي مسجد كان بركة السنة وبقعة مباركة وبيت من بيوت الله أدلة والمغلس مش عبد الرزاق انت كل جرنه وإن لسح كمية هذا الكائي هذا الله ما أعطيه بنانك أقول له دهي نور قاله أنا لود بريادك هو خطا وقف بدنه قف بكر عمر والله ماشان مركا لو ترجل النبي عليه السلام في وحلاه بسي مسجد كه إن ذكر إله سبحانه وتعالى عبادات كلا دون أو ذكر وكميت كي هاي صلاة صوم كا قرآن أخرس كا تسبيح هذا وحصل إلا دلدر الله أخري كوا إن الأمور ديال هلا مركا وحكم هذا هي طمان أنت كسو صاحب حاضر كسو تبقى شيء صاحبنا بركة المساجد كسو بش إباطي أو هذا نبي سر يسوع مش نور هاي أو أهل دي مدة ولبا عمتي نبي جن عليه السلام وقت جاي دحش إلا دحلو إلا قد دحلو لدور هاي سألتي النبي عليه السلام حديث بعوق كلها حديث بعوق النبي عليه السلام وحكيري حديث هو نرى ما هو علمه يفضي شيء سه النبي جن عليه السلام ولو ترغيبنا نجعل السين هي وإنما غير العلماء ورثة الأنبياء وإنما لم يورثوا دينها حديث كسوة كما قال عليه الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورث هو حديث عليه النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه السلام مدى علماء وحده حشيي علمي يود حشيي حوله ما دحشيني دينار وما تجي شرنا ما دحشيني بل وحده حشيي هو هاي وعلمي يأقون ديم إنه ما أرت علم عن شريعة إلا برتو حراش يحرام وحاكله أن أمها العلة يا لما العلماء مش الإماتي إياه وين كا إياه رجع كله مش أسوي إماتي سيد الله سبحانه وتعالى وان علم هذا علينا الله يدم بركة جزاكم الله خير إيه مرتبة قلبا انت صوت نبا قارهان وحان أمها نقيا لبدي أستاذ شعب الرزاق إيه شيخ خاله الله الله بركة إيه عبد الناصر إسانا جزاه الله خير الجزاء علينا الله بركة إيه جزاه الله شعب الرزاق الله بركة إيه إله إليك ولا بس قيمة إسرائيل وهالين الله كأجل سيو عرف قوضة بريبا والله كإلى ليو رب سبحانه وتعالى مرات قوضة الله سهلو وناقا إيا خير كذلك إيا كتر ترسيين إيا بدك أي جعل يسين هيانا الله أم أعطاني مركة الله بركة جزاه الله ولا دعا سيئة طوى مهنقي كذب هذا الوقت وصوى قباب إن شاء الله وصوى قابلنا كما سيدرانا إن شاء الله ما هي لما أنت قلنا مراد في والله جاري قصتي ما أنت قلنا والله فني لكن وها الحمد لله وإله الأم هذه أنت عن ما شاف لنا بقولين لو نفس ذي مسك إله نبي جبنا مال لحرسنا هي قبول ويا ما شاء ما أتك ما عند الإمام ابن تيمية ما أتك دروسك يبقى ما أعتقد بديسا يوحي الله أعلم إنا ما أعتقد هذا الله
وحقوه الرئيس وحيابها ربنا كهلا أولا أنا بقولها الله يو مجا محوها مدير باسم مدير المعهد أنا بقولها الله يو مجا أيها وحليدها سعيد محمد ومحمد مجا محوها مركز لبات قرب كلبات هذه أنا بقوله معهد كهذا كهر مركي رمضان كا أول ما ذي شوال لحد يعني ضدك وشغلي إن معهد لغوي اللغة على فرد دوره يا يعني رب القاضي أو علمها سنة أي آخر سنة يعني لغة عربية سنة كان لغة عربية الله بارد إن شاء الله سنة كان بالقاضي لح بلاد بهذا أول ما تي لح بلاد يا أولي بت بلح بلاد يوحنا يوحنا قنسا وعك بالله ولاي أنا وعك بالله ولاي دل 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 قعدة بس السبتة اللي يرا هذا أنا لح بلاد بهورا مسترد تي ومن فرنج ما أنت وقار كيسان أو وقت وايس أو صعبة علمي يوحى صار سارن وفي لباري وقار كيسان بنا خاص إما أصلا جن أيوة خالد بدوين daraasadii sanad ee socon doonto sanad kaamil ah yaa sheegay sanad kama dhameystirmo wali uu dambeeyaa marka waxaan filaynaa sanad meesha ku dhamaado ilmaha luqada carabiga inay si fiican ugu hadli doonaan oo ay ka qalin jabin doonaan oo shahaado weliba ay ku qaadan doonaan midan iyada waxaa inoogu xigtaa oo qodobka labaad ee hadafka maanta aan xaflada u dhigay tahay والهدف من عقد هذه الحفلة فتح باب القبول والتسجيل قبل تمام السنة أنا سمعت وسيدة ما شاء يكون قرنت هاي الكاس يكون قرن هدف ما أنت ما عاد كله فري حفلة اللي سمعي فري ما عاد كرام بالله فري وحلو سمعي أو كليا ما أنت إن لو والقلسو شيخ وشيخي شعبان أما الدهفر إلا الدهفر دهفر هل إلها بدك إن لا شيء ما عاد كي لحد بلوت سعودي وحيابي وصو صاري إن ما أنت الله على مسار الله فرح حفلة دي ما أنت الله قبته أني والبرة وقصو قيب قاله وحبرش بريد دي سام وحبرش دي سا أرض وزازي جا يوالد كائن أرنت أنا يده أي أبادان كدي ما في أبادانه أي أركان إلمه كهربي وحي سو صارن إلمه هذيك إلى هارن أصلا يكون كان المركز هذا وامدة نسيت كا مركز ما هو ولا دافر يوس ما هو سو سعودي ولا دافر يك هو سعودا قبول ك ما استقبل كا يقرال كا هو سعودا إسألنا نين كي كسر قبلي وهكذا لجعلين والد كنا إلمه هذا كوي أنا ولي مانن إن أي أيقنا أي وحبران عرفت طالع أي مشان أي ذي كنا ما عاد كنا هبين بوشقين يا سبا لذي شيء قيبت وقيبت هبين جا قيبت مالين تحقق صيدا الله بقول يا كدسن كوانا كله والله فرد أنا الله بالله إن شاء الله إن وحنا أول ترى قال لي بتك جاهل جان كذا صار له يا أقوم دخلا إن شاء الله تعالوا أدون كمان تعالوا وايو ما عندهم هذا كيسا والد إلميزا أبي هو علم دلعي علم هذا ما أنا بريك علم النفط هذا إسقول بيجي أنا ترى وجالي بلاس جالي إزوك الفون دلعي جال مركب ونوري أو ما أرد حب بدل يا مش كسر ضحية خاصة في كين جال يا مبين يا قفك إنه برا ودين تيس عقيد تيس حق هذا لا يسوى قاله أو واحد الله بيخلي الله شيء وسكت قاف قفك وكل برا وياه ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الله إنه قرن وعي ما عدك وحوية لم دور إن شاء الله سنة كان مركو لما هذا اللغة قرب كسلها سنة كان اللغة مركو نوضة ما يستلمه وشهر يقول قاتان سدح سنة وكالك هو تمهيدي وقول لك سدح سنة و محالة لا سدح فصل أما سدح سنة وحا تراه يلم دورا سدح ذا فصل مركي كبحان إن شاء الله وحان أولا ما يستلم دونا سنة أما سنوات كي دراسة إسعوتي ما مشا كوزو حرم دونا آخر سنة
يا كسر حرميس إن شاء الله وحنا دون الأرض يقولوا صباح سبا عالم وحي قاله كتبتي ما فسرها يوم قرآن فسرها يوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم آخرها يوم أو معناها صفة عن سيد الهدي وحنا إن شاء الله إن شاء الله صوص على علوم تعالى شاء الله شيء دون الرؤون لها يوم أردون إن شاء الله وحي به دونا أيها أقول إن شاء الله أنت هذه أكل جدبه وهاي نوحي دونا مواد يمتونتا مواد مش لو آخرين دونا كتبت لو آخرين هاي إن شاء الله ومركي سنة رمضان الله بالله دونا إن شاء الله ما عاد كان ما عاد أسر كرد دونا سنوات كيسة دراسية دا توحيد كا فقه كا سيرة دا حديث كا تفسير كا نحو دا صرف كا يعلوم كلمة وحاكا لو جيري دونا إن شاء الله معهد كان وسير ليش ليش جاي معهد كان سجنا معلم بوشدين دورا كاستا لبقى بس كووين يو كلام بحي طيب سما بس كووين وهوين يكمل دي هوين كان بريها هذا خبر هيا إيوه بس كيرير وعفوفها إن شاء الله أنت وي أنت ما لك شيء دارين هيا هذا لك أنت أن أستاجي ولا تدر أن يكح لين فأحكوا بس كوجي رملها مرجع طلب العلمي فريضة لكل مسلم ومسلمة كما قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام وكذا الله هي علم نفع نفع له الدين شريعة الإسلام ذا حلاش يا حرام تكتسه ولا برا يوم هو هنولين هي خير هو هنولين علم جا إسقى إن برشدي واجب أيتهاي وحالين نمر كهوان كوسو خطيبة يا يا رجع ولي أنا وخبرنا دين الإسلام كا صلاة كل يوم مات سيدلو تكون هي يقانه صلاة النفط هذا علم جذي يروح يقاس هذا نجري إن علمه إن أروح برتان أيا جا النفط هذا وحي غبران إذا في النفط إن جرب صعد وحلا برتان وبرت السقول ده أنت كسب على المانتا ما راع اللي بد يتكتاجي بنانها بل هو حبك قادم فيسق أخلاقهم أما كوي برتاي دين الإسلام كبرتاي ما أنت تقول كوي دي عليه إسأل دوكسي وقصو قلن جبي دوكسي يقصو قلن جبي وصو برتاي تصحيح وصو مري أما ما عاد بقصو قلن جبي أما مدرسة بقصو قلن جبي أما جامعة بقصو بحي أرضي قاي سقع ولا لا يا بريان شقابة ملك استو وقع وكوها ليا وذهب ذهب ونحو مرتا أرضي وحالين هاي وإني وحبر الشضوة أيجنا يسيح حجيان أو دين الإسلام حجة الله سعره عنده بدك تلوقة تنا دمانتا علماء سير الشجن وها لو يقول لي محيط ومعهد ماشي وها لقى فرين كوي كسر الله ومعهد هب دكسي كيس هرام با يا لقى هذي وانا لقى هذي دون إن شاء الله ما كان مانتا وها لقى هذا يو ذكر عنو الشجن وماشي قصد كلام فري ما عاد كان مسافر كان الأسبوع ما راح حفلة الله لو جوجي بحيث إن ما عاد كان ليلهم ما عاد الإمام ابن التيمية أو دروس ترى عن شيء يعني علوم تنطبق برهي المهنة هبين كي أخرستان إلا أقعد إلا جرو ما عاد كان استقال وشقينا يوم والله برهي علوم تا أساس كذا ما ليلها أساسيات كا يا علم الله برهي أو كميت هاي لغة لغة العربية أو أكل بحيس اللبا حاجة تعبيرها أرضي إنه وحي أوبرتي مسك حديث ما أتوقع هنا وسيد الرب سيد أبو سمال أوها الله يطلع أوها إيوه لغة الجندي كذا جرام كذا أو حاجة نحو ذا أكل جرت وها اللي يراه هوها جملة اسمية جملة فعلية أكل جرته هي صرف أو أوبرت ما أت سين نفتيس أكل برتو وها اللي يراه فعلى يفعل يفعل المفتوحة المضمومة مكسورة مكسورة العين ومضمومة العين وهي بس يوفتوها ومفتوحة العين أنت من أكل برتو مركز إياه يقفك وهذا القضاء حلو وتسود دار أو هذا حلو دار وقاد شيخ سود شجنا وحاجير دارا وحاجير كتاب لي هدوك شيء حاجي سمعلم القراءة المهم يعني كأه
شيخ سوو شيخ هيو اما سيدا هذا ما طبيعي لهوا ولا برى علمها علم سي غابر سي فدو او ان وقت دهر كو جيرين يا لو برى يا هو اها الفك الفك مركي اردايغا واي هورانا وحان مقلي جيرني اما ان وقت سو برين جيرني الا ولا ما دوسي انا غلي ما مقلي جيرنا الفيا ما رسول الله عليه الصلاه والسلام بكل نبي وحياه سيو الف ما وانا وانا لو دغايو سغال الف وخ ليرا جيره من الف وحمال الى الف بير وخي با لا سو غابيه وقت غابن بو اردايغا الله شرعي ماداي ما الف وحمال با مركو قورو الف با تا مركو قورو او دمه الى يا حدر وخا لو بلاابي حركات شغلكي ان لو سار حرف اللينكي هبل هبل وخي مارته ما دهنا الف كا وخيابي اورها اودن وحاسا لبري مخارجتي سي غاو مركا اردايغي يقصوا صار كتابك معلم القراءة ما كان الله آخرين فعلا ثلاثي قال نصارى سوى فتحه أو كلام وآخرين أيام كذب كتاب القرآن كل أو آخرين قال عمر بشيء لك يعني ما لم كذب كتاب القرآن كسوى آخرين أيام أركس ولا تاع سيرة ويسوس على إن شاء الله ما في رمضان كم مرتي يا الله سمين دونا تاع إن شاء الله تاس نهلك وجدو تنمات الحفل دين هلك سقط وقت منا وجدو لو نسيه حنا كسوى حير دونا القرآن الكريم كه أرضي لو أرضي نصو حير دون تار أرضي ورا وير دونا حويان ماهر عبد الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا
وكان بين ذلك قواما. سيداس ايمان تحفل دانا نوزو قبو قبو دي حفل دانا ساسي نوو حرانتاي عيد والبودانين سمعت كيني سوبو قطو هوين اهاتا دار اهاتا وانجوغنا تسجيل كي اردي قرال كلو نصعدا عيد الوعيد دانين سيري وين وينسو قاري كرتا برامج كان ساسو نوو حرانتاي.